الشتاء بيوته. الناس اللي تحب الثلج خل أقول لكم يوته ترى باردة. والله باردة يعني. يعني تتصور إنه أنت بالشتاء. هذا طبعا ذاب الثلج، هذا يعني مو هذا الثلج اللي تتصوره، هذا ذاب يعني شوفه يعني خلصان تقريبا. الثلج وصل أقل من نص متر يعني، وبعد ما نظفوه وبعد ما خلصوا التنظيف مالته هسه يلا ما فتشوفون الثلج والبرد من الجو مبين. فذلك من نحكي على يوتا، يوتا حلوة بس لكن هي ولاية شمالية. هسه أقول لك شمالية يعني بارد، إيه مو شمالية إنه فقط باردة، هي باردة حالة حال تقريبا ميشيغان. يعني الناس يشوفون ثلج، شوف ثلج هذا هيك، هذا ما يعني هذا خلاص تقريبا هذا لا شيء. تشوفون هذا الثلج هذا ينظفونه يخلوه على الزاوية وعش قد حجمه يعني كان ساد الشارع. فهذا يوتا. فلا نحكي على يوتا، نحكي على البرد بالشتاء. لا تتحمل انت البرد، طاقتك تتحمل البرد او لا؟ يعني البرد ياخذ من طاقتك، طاقة البشر. فاللي يحب الثلج يقدر يتأقلم مع الثلج، ينتقل لهاي الولاية. هي احد ايجابياتها انه يعني نقدر نقول ارخص من كاليفورنيا، ارخص من الولايات الحارة والغالية. يعني معدل الجريمة قليل يكون بيها. فتشوف انه ولاية مثل يوتا انه تشوف الحياة بيها انه نقدر نقول اقل عنف من الولايات اللي تحدث بال يعني غير مثلا تكساس، مثلا شيكاغو. شوفها كلها جرائم قتل، بيها ناس تنقتل بلو سبب. شوف ناس انه فتشوف الناس تنتقل لهاي الولاية، يعني اول شيء ارخص وتكون اهدأ، يعني اهدأ قليل بالنسبة للسكان قليلة. فيعني يوتا انه ملخص الكلام انه هي يعني ناس قامت تنتقل لها انه بسبب الغلاء المعيشة بكاليفورنيا، غلاء المعيشة بفلوريدا، غلاء المعيشة بالولايات الغالية واشنطن. فإذا كنت تقرر تعيش بهاي الولاية حاول تفهم انه هي باردة بالشتاء. يعني كل هذا اللي أوضح لك إياه لك بالفيديو.